عودة لحضراتكم من جديد. وطبعا ما فيش ست ما عندهاش مشكلة في شعرها أو حتى في بشرتها زي ما كلنا عارفين، أو حتى مش بتعاني من أي مشكلة. إحنا بنستنى الفقرة دي علشان نعرف إزاي ممكن نحافظ على جمالنا ونهتم أكتر بنفسنا ونستفيد من نصايح ضيفتنا اللي دايما بتنورنا، دكتور نجلاء سرحان، دكتوراه التغذية العلاجية، دبلومة التغذية العلاجية، أكاديمية السادات، مدير شركة أورجانيكا جروب لمستحضرات التجميل والمنتجات الطبية. برحب بيكي دكتور نجلاء. خليني بقى قبل ما أبدأ كلامنا الأول، عايزين طبعا نبارك لدكتور نجلاء على حاجتين. أول حاجة على تكريمها بصفتها رئيس مجلس إدارة شركة أورجانيكا جروب، وهي من أفضل الشركات المصرية، تكرمت كأفضل من أفضل الشركات المصرية اللي قامت بتطوير منتجاتها لمنافسة المنتجات العالمية. الجائزة دي تحت رعاية رئاسة الجمهورية ومجلس اتحاد رواد العرب، طبعا زي ما هتحكي لنا دلوقتي. تاني حاجة بقى، وهي حاجة مهمة جدا وهتفتح آفاق رائعة لمنتجات مصرية زي منتجات أورجانيكا، افتتاح تاني فرع، والفرع بقى المرة دي فرع في دبي. دكتور نجلة ببارك لك على كل الحاجات الحلوة. عايزاكي بس تلقيلي الضوء على أول حاجة، طبعا مبروك الجائزة، جائزة ملهم. وتاني حاجة، أهمية وجود فرع الأورجانيكا جروب في دبي، ده بيعكس ايه؟ ده بيعكس ان جودة المنتج، اتقان العمل، لان خلي بالك الجودة والاتقان والسلامة والتفاني في العمل وانك يبقى في عمل جماعي، الكلام ده كله بيوصلك لنجاح، للقمة. فتبدأي واحدة واحدة، تبدأي تطلعي، تبدأي تظهري، أفاق تبدأي جديدة، يبقى أفاق جديدة، ثقافات جديدة، ناس جديدة، بيفتح لك مجالات كتيرة جدا انك تبقي برا مصر او جوه مصر. الاتنين كل ما بتكبري بتفتحي فروع تانية، والفروع طبعا بتأدي لان يبقى في تواصل، تواصل للعالم الخارجي بمعنى أصح، انك تتواصلي لناس تانية، لثقافات تانية، وانك تثبتي نفسك او تبدأي تفتحي فرع في اماكن دي ملهم. دي جائزة رواد العرب. رواد العرب، ودي كانت من اجمل بصراحه التكريمات لي، لان دي فيها من كل بلاد العالم موجود ناس كثيره جدا، من الامارات رئيس الغرفه التجاريه كان موجود، بالسعوديه موجود ناس كثيره جدا مهمه، وموجود معانا اهوت الاستاذ حمدان، موجود معانا رئيس الغرفه التجاريه للسعوديه. كان مبسوط جدا جدا بالمنتج وانا بشرحه كمان، لان كان في جلسه تانية او كان في يوم تاني بعد التكريم. اليوم ده يوم عمل بنبدا كلنا نتكلم فيه عن شغلنا وعن احنا بنعمل ايه بالظبط، شركات ايه، مين احنا، الكلام ده كله طبعا هيلة. فبيفتح افاق وبيعمل اتصال وتواصل ما بيننا كلنا. فاللي بيبقى مش شايف حاجه زي دي بيبدا يشوف، طب في ايه، طب يلا بينا نبدا نعمل بيزنس سوا. ودي كانت حاجه كويسه جدا من الجائزه، مش بس مجرد جائزه، ده انت كمان بتستفيدي بحاجات تانية كتير فيها. واحنا قبل ما نبدا الفقره، بتقولي لي ان المجتمع العربي ورجال الاعمال العرب انبهروا بفكره منتجات مصريه بتؤدي يعني نتائج افضل كمان من المنتجات المستورده من الغرب ومن غير فورمالين. ايه رايك نبدا باللي احنا بنتكلم فيه والانبهار باول البرودكتس او اول منتجات هنتكلم عنها النهارده، وهو البروتين بتاع الشعر. صح. بس انا عايزه اقول لك اول كام يوم وانا موجوده في دبي، دي حاجه كده عايزه اقولها، الميه عموما بره في الدول الخليجيه بتبوظ الشعر. حرفيا عايزه اقول لك الميه بتحيش الشعر جدا، بتخلي الشعرايه ناشفه وجافه. صح. فطبعا انا كنت بستخدم شامبو عادي هناك، يعني استخدمت، نسيت خالص ان انا معايا الشامبو بتاعي، وخدت الشامبو اللي موجود في الاوتيل وبتاع، مع الميه حسيت ان شعري لا، الشامبو بتاعي بسرعه انفش انفش. ليه بقى؟ لان هو الرغوه بتاعته شديده، مع الميه بوظوا الدنيا، ودي اكتشفتها. انها ميه ابار بالظبط، ميه جوفيه. بالظبط، ميه جوفيه، فبتاثر فعلا على الشعرايه. فبدات لا استخدم الشامبو بتاعي عشان يحفظ لي، فلقيت لا، ده الشامبو مقصر، ده في فعلا مع الميه اتغلب على الاملاح الزياده اللي موجوده. ليه؟ لان هو في اويلز كتير، فبيساعدك ان يبقى في ترطيب عالي في الشعرايه نفسها. فانا كنت سعيده جدا بالتجربه دي. عايزه اقول لك دي تجربه من كل حاجه، عايزه اقول لك ان انت ممكن تجربيها تطلعي بحاجة مفيدة. لا، الشامبو بتاعنا عشان ما فيهوش صلفيت وكمان كله مواد طبيعية وزيوت طبيعية، والحاجات دي كلها بتعلي المحتوى المائي داخل الشعراية، فتخلي الشعراية عندك طرية مهما غسلتي بأي حاجة تانية، يعني مية مش مناسبة أو حاجة مش مناسبة للشعر. صح. لا، هيعلي لك المحتوى المائي داخل الشعراية نفسها. نتكلم عن البروتين، عايز أقولك إن احنا الحمد لله بفضل الله، ويمكن ده انا قلته كمان في الحفله نفسها التكريم، قلت يا جماعه ان احنا قدرنا بمكونات، احنا طبعا كل المكونات مستورده بس التركيبه مصريه.
التركيبه نفسها دي براءه اختراع، عارفه اللي بيعمل اختراع؟ ايوه طبعا بيسجله. يا جماعه ودي ان شاء الله باذن الله اللي بنعملها، ان احنا بنسجلها فعلا براءه اختراع. ان انت تسجلي حاجه بدون فورمالين وبتفرد الشعر، طبعا اللي بيفرد الشعر هو البروتين والكيراتين والكولاجين، وانك تحطي كل المكونات دي في منتج واحد بس ده قليل لما تلاقيه، قليل جدا. انت تلاقيه دلوقتي كله عامل لك بروتين بس، كيراتين بس، كولاجين بس، هو كله علشان يبقى مجرد ان هي اكتر من منتج وتقدري تبيعي بيه. لا انا حبيت ان انا احط كل المكونات دي علشان تساعدني، انا عايزه اعمل حاجه ميديكال علاجيه، يعني افرد وارمم واساعد الشعريه انها تفضل متماسكه ببعضها، برضو الروابط جوه ما اهدمش الروابط. انا مش محتاجه ان انا افرح بشعري اسبوع وبعد كده الاقيه بهدل ويقع كله، وده بيحصل. ناس كتيره بتجي لنا المركز، احنا الحمد لله زي ما انت عارفه ان احنا عندنا مركز، ناس كتيره بتحكي لنا القصص، اللي فارد بمواد كيميائيه واللي فارد بمواد كده غريبه بره عامله زي البطاطس، واللي فارد بمش عارف كوكتيل. دلوقتي الموضه بقت كوكتيل مواد بالزبط. انت وانت قاعده عند الكوافير ما بتبقيش عارفه، هو يعني مع احترامي للجميع طبعا يعني هم كلهم بيحاولوا يوصلوا لنتائج، فبيتغلبوا على كده ان هم يخلطوا لك كذا خلطه مع بعض وهم مش عارفين، مش لانهم مدركين مش دكاتره. ده غلط. طبعا ده غلط، لان انا ممكن احط حاجه على حاجه، حتى في البيت لما تعملي وصفه ممكن تحطي زيت على نوع زيت تاني تهيش الشعر وتدمري الشعرية، وتلاقي الشعرية بتسقط منك وتقولي طب ما انا حاطه حاجات طبيعيه يا جماعه. ما انت حطاها غلط، حطاها مش حاجه مدروسه ولا حاجه مصرحه ولا حاجه عليها دراسات علميه، نفسها النسب نفسها كل الحاجات، ايه اللي يقدر ان هو يحافظ لي على الشعرايه. فطبعا كل الكلام ده كله احنا جمعناه كمكتب علمي، احنا عندنا طبعا، وده اللي شرحته حتى امبارح وقلت يا جماعه احنا عندنا مكتب علمي كبير شغال على التركيبات دي. المكتب ده مليان اطباء دكاتره كيمياء علوم وصيادله كيميائيين، وبيبداوا ان هم يشتغلوا على التركيبه دي ويبداوا يقولوا والله ده مناسب للشعر واحد اتنين تلاتة ونبدأ نشتغل عليه. علشان كده بفضل الله احنا واصلين لحتة حلوة قوي الحمد لله رب العالمين، احنا بننافس فعلا المنتجات كلها اللي برا مصر. يعني ممكن الاقي بعد كده اورجانيكا بيتباع في اوروبا وبيتباع أنا في امريكا. قالوا لي ليه ما بتطلعيش امريكا، كان في اجانب قاعدين قالوا لي ليه يعني ليه ما بتبقيش مش متواجدة في امريكا، وبدأنا فعلا الحمد لله نعمل بيزنس اصلا. عجبهم قوي فكرة ان انت عندك مجموعه كامله، يعني دي مجموعه كامله. حلو قوي، بقى قاعدين مبهورين ان انت حاطه الشامبو، حتى البروتين، حتى الكونديشنر بتاعك او حتى الهير ماسك، وحتى السيرم بتاعك. فانا مجموعه بديها لك كواحده ست بتقولي، وانا قلت لهم انا واحده ست ببقى عارفه الست عايزه ايه. يعني ده برضو في حته التجميل بتفرق شويه طبعا، ست بتبقى عايزه كل حاجه كامله. فبدانا ان احنا نشتغل على البروتين، بروتين في بروتين في كيراتين في كولاجين في احماض امينيه في فيتامينز في زيوت طبيعيه في زبده شيا، كل الحاجات اللي هتساعدك على الفرد والترميم والعلاج علاج أيوة بالظبط. بدانا نحط معاه كمان ايه، بدانا نحط معاه الهير ماسك والشامبو بتاعه والسيرم. ليه دول بالذات؟ ايوه ليه الشامبو نفسه فيه مكونات اصلا البروتين، وده برضو اللي شرحته قلت لهم يا جماعه البروتين انا محتاجه احافظ عليه بقى. انا فردت شعري وخليته حلو جدا وشكله حلو، احافظ على البروتين ازاي واحافظ على الروتس اللي طالعه بقى جديده؟ صح. يعني انا دلوقتي المفروض ان يحصل عندي نمو للشعرايه، المفروض اللي الشعر اللي بينمو ده يبقى صحي يبقى قوي. طب انا هخليه كده بايه؟ أيوة. ما لازم يبقى فيه مجموعه افتر كير اللي هي مجموعه العنايه بالشعر علشان اهتم بشعري بعد عمليه الفرد والعلاج. لا وتطول بقى الاستفاده علاج كمان. الشعر بالظبط. احنا عايزين نطبق الكلام ده على صور هنشوفها ونستعرضها لانواع من الشعر المختلفه والتجارب اللي حصلت على، هي مش تجارب الحقيقه هي تطبيق عملي. صح. على اللي استخدم الاورجانيكا والبروتين. حاله صعبه جدا. ده الخشابي. صح. يا دكتور ده الخشابي. بصي متشابك حتى مش بيفتح من بعضه. يعني متشابك بطريقه بشعه، جاف جدا. أيوة. حيش جدا. حبيبتي. حبيبتي هي نفسها لابسه حجاب مش عارفه تلبسه. بصي الشعريه ما شاء الله. واو. عايزه اقول لك انا اللي بعمل بايدي كده. انا عجبني الشعر من كتر ما هو ما شاء الله طالع. البنت نفسيتها ازاي التحول من الشعر الخشابي ده لغايه النتيجه اللي احنا شايفينها دي؟ الشعرية. البنت ما كانتش مصدقه اصلا طبعا. يعني هي قاعده والله العظيم وانا بريها الفيديو بتقول لي هو انا ده؟ انا ده؟ لا وعايزين نقول للناس كمان ان ده بعد غسيل شعرها جوه المركز. انت بتغسلي الشعر وانت قاعده في المركز. يعني احنا بنخلص السيشن بتاعتنا وبنبدا ان احنا نعمل ده، نبدا ان احنا نشطف شعرها وبنشوف سشوار هواء بارد. بصي بقى الشعريه دي برضو هايشه وجافه وكتيره ما شاء الله تقيله. تقيله. ده المفروض ان التقل ده بيبقى ميزه بس في الشعر، اللي متعالج اللي هو الصحي اكتر. او بصي الشعريه ما شاء الله بقت عامله ازاي ما شاء الله يا حبيبتي، زمانها مش مهيصه يعني. بالزبط. اكيد مش مصدقه نفسها. بالزبط. بصي هي اللي بتعمل كده لنفسها. هي اللي بتعمل ايديها شعر. ايه الازازه؟ ايه العبوه دي؟ بروتين اورجانيك. انا دايما بحط الازازه بتاعتنا بيفور اند افتر علشان ده اكتر اثبات لينا ان احنا
يا جماعه ده المنتج هو بتاعنا. ده المنتج اللي عمل المنتج كده. بتاعنا احنا بنحب دايما نثبت كل حاجه، نثبت شغلنا، شكل شغلنا عامل ازاي. الحمد لله يعني بجد انا مبسوطه جدا جدا بالنتيجه دي، ومبسوطه ان احنا وصلنا لكده. طيب يعني اكيد واحنا في وقت المدارس والامهات بتعاني الصبح من تسريح الشعر، واول كيس دي كانت صغننه يعني باين. اكيد دي هي ومامتها بيتعذبوا. في اطفال اصغر من كده كمان. بالظبط. طيب بالمناسبه من سن كام اقدر استعمل لبنتي؟ انا دايما بقول من سن 6 سنين. طب انا جالي 5 سنين ونص ممكن لحد من 5 سنين، اوكي مفيش مشكله. هو احنا ليه بنرفض حته اقل؟ بنقول لما الشعرايه تبان على توصل للثبات بتاعها، لدرجه الثبات بتاعتها ان انا خلاص هو شعري كده اوكي، وفي نفس الوقت جسمانيا البنت مش هتستحمل انها تقعد فتره تفرد، لان بياخد وقت. الفرد بياخد وقت. فطبعا هي نفسها بيبي صغير او صغنونه مش هتبدا دي صغننه وباين عليها ومسكينها اهي وهي قاعده. عايزه اقول لك ان دي عملت لها فرد للشعر ودمرت لها شعرها. ما هو واضح ان هو مفروض قبل كده. بصي بقى بعد الفرد ترقص، بصي البنوته يا فرحانه ترقص من الفرحه، بس كانت مبسوطه قوي قوي قوي. اسمها يسرى على فكره، انا فاكره اسمها حبيبه قلبي. طب دلوقتي دي سنه دي 6 سنين بالكتير. تقريبا 6 7 سنين حاجه كده. نفس البروسيجر هو بس نفس. بعض الامهات دكتور نجله بتقول لك ايه، انا نفسي اعمل كده لبنتي بس انا من حاجتين. هيا اول حاجه ان اخلص التريتمنت ده، الشعر كله يقع زي ما بيحصل في المنتجات التانيه اللي فيها فورمالديهايد او فورمالين، وزي اللي بتستعمل في اماكن كتير، حتى لو المنتج اوثنتيك يعني اوريجينال ومن بره. وقوع الشعر ده بيحصل. طب انا خايفه على بنتي من حاجه زي كده. لا هو مش بيحصل دي في المنتج اللي يبقى فيه فورمالين او بيبقى لا فيه حتى انا بقول حتى المنتج اللي جاي من بره بيحصل اللي فيه فورمالديهايد او فورمالين بيحصل. صح مهما صح. حد قال ما بيحصلش ان هو جاي من بره وان هو حاجه كويسه. وماركات على فكره غاليه جدا حقيقي. عايزه اقول لك بصي انا جالي فعلا بنوته، دي كانت كيس كده من ضمن اللي جم لنا المركز. مامتها جايه تشوف هتعمل شعرها ولا لا، وحته لا انا مش عايزه اعمل، انا بس شفتك وصدقت الكلام فانا جايه اتفرج. لا 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 انا عملته قبل كده وكله كان في الارض، انا عملته قبل كده وكله مش عارفه ايه. هي جايه وعندها فوبيا، عارفه فوبيا ان شعر بنتي هيقع. صح. قعدت كلمتها بالراحه خالص واتكلمنا والشعر قالتلي خلاص انا مرتاحه وانا هبدا اعمل. عملت قالتلي مش ممكن كل شويه تقف تقول ده انا كان الشعر كله بيبقى في الارض. انا كان شعر بنتي على ما بعمل اصلا شعرها كان نصه بيبقى فرده، مفيش شعرها وقع قبل ما مفيش بتمشي. مفيش فبدا ان هي حاله كمان هنشوفها اهي برده. بصي ما شاء الله دي بنوته 9 سنين حبيبه قلبي، بس شعرها ما شاء الله طويل وتقيل. فهي كانت مامتها برده بتقول لي انا كنت بتعذب، دي من اسكندريه بتقول لي انا كنت بتعذب يعني حرفيا كل يوم انا بعمل تسريحه لبنتي البنوته. حبيبتي بصي ما شاء الله بقى يا روح ده طول الشعر بان وتقل الشعر بان. وعلى فكره الواحد بيوقع نص شعره وهو بيتسرح لو شعره في مشكله، لكن بالزبط. بالطريقه دي ده لو بايدها بس هيتسرح. يعني هي البنوته قالت لها رفعت كده بتوكه وقالت لها انا هعمله كده زي صحابي. بصي بقى الحته دي زي صحابي ده اللي بيأثر في البنات في نفسيتهم. البنت تبقى عايزه تعمل تسريحات زي اصحابها، فتيجي تقول لماما سرحي لي ده او اعملي لي قصه او اعملي لي مش عارفه تتصرف لها في حاجه، مش عارفه تعمل حاجه. وبعدين هو هدك على الام وهدك على البنت كمان، خلي بالك. يعني انا البنت نفسها نفسيتها بتتعب، الام نفسها وهي بتسرح بنتها عشان تعمل تسريحه او حاجه، عايزه اقول لك بتبقى حامله هم. انا انت لو تشوفي الامهات وهي جايه انا بتعب، انا دراعيتي دول بكده ما ببقاش قادره بيهم كل يوم. عارفه بقى دكتور نجله الامهات ساعات تعمل ايه؟ تعمل زينا احنا الكبار بنعمل شعرنا مرتين في الاسبوع او ثلاثه في الاسبوع، تبص يا عيني تلاقي البنوته الصغيره مامتها بتعمل لها شعرها بالسشوار والبيبيليس مرتين في يعني كل ما تغسل شعرها الام تعمله عشان تاني يوم تعرف تلمه بالزبط. وهي رايحه المدرسه مع العرق والجري. السخونه دي بقى بتوقع نص الشعر. لا وعايزه اقول لك كمان برافو عليكي، بس عايزه اقول لك حته بقى ثانيه، مع الجري والعرق بيرجع، فتضطر البنت تاخد الشاور بتاعها او حاجه تضطر مع غصب عنها. وخلي بالك موضوع ان انا اعرق كتير وما يحصلش ده ممكن يعمل حشرات طبعا في الشعر. فطبعا انا مدارس بقى وانتشار بقى طبعا، فلازم احافظ على شعري بنتي ولازم اخد حاجه موثوق فيها طبعا. طب افرضي تعالي نخرج بره الموضوع ده بحاجه تانية، تغذيه الشعر صح. وعدم سقوطه. طب افرضي انا حابه شعر بنتي الكيرلي، لكن لازم الكيرلي ده يبقى مش خشابي وصحي وبيلمع. شكله جميل. ازاي اوصل لده بقى؟ انت وشعرك ناعم تقولي الله انا نفسي اعمل شعري كيرلي عشان الشعر ده شكله صحي قوي. ده تقدري توصلي بيه لما تستخدمي برده مجموعه الافتر كير، وكمان في مجموعه تانية بقى مجموعه التساقط. ناس كتيره فاهمه ان مجموعه التساقط او مجموعه الافتر كير انا ممكن اخد مجموعه الاويل
الاويلز نفسها وابدا ان انا اعمل بيها حمام كريم او حمام زيت متبادل مع الهير ماسك وابدا ان انا استخدم السيرم عشان اقدر اسرح شعري ويبقى فيه الكيرلز الطبيعيه اللي شكله حلو اللي شكله تحسي ان هو بيلمع، تحسي ان انت شعرك ناعم بس انت عامله كده. تقدري تاخدي الشامبو نفسه عشان يحافظ لك على الشعر، لان خلي بالك ان بيستخدموا مواد اللي فيها الجل اللي فيها كيميكالز عشان تقدر تعمل الكيرل ده فده بيؤدي الى نشفان الشعر نفسه وجفافه، فيخلي الشعرايه عامله زي السوسته وهشه في نفس الوقت. لكن انا عايزه الشعرايه تبقى تقيله عندي، تبقى الشعرايه بصي احنا عندنا كولاجين محطوط في الشامبو كمان فبيعمل زي فايبر للشعرايه نفسها، بيملى الشعرايه نفسها، بيبدا ان هو يعوض الشعرايه اللي فقدته. فبالتالي انا لو عملت شعري كيرلي او خليته شكله حلو هبدا ان انا فعلا يبقى شكله صحي اكتر. واهم من كده وكده ان انا اتغذى داخليا طبعا، يعني انا ما يبقاش عندي ناقص حاجات كتيره. مأساة على فكره طبعاً. التساقط ده في بنات شعرها حلو ومش محتاج حتى انه يتعمل بروتين فرد او اي حاجه من الحاجات دي بالزبط. لكن شعرها بيقع. صح. بصي احنا بنتكلم بقى على السيلفر، احنا اتكلمنا عن الجولد. الجولد اللي هو بنفرد دي اربع ايتم دي المفروض ان فيها بروتين وفيها الشامبو بتاعها وفيها الهير ماسك وفيها السيرم. طيب الناحيه الثانيه اللي هي السيلفر اورجانيكا فيها الشامبو بتاعها وفيها اللوشن وفيها مجموعه الزيوت. عايزه اقول لك امبارح انبهروا بجد حرفيا اجانب قاعدين انبهروا بحته ازاي ان احنا حاطين مواد طبيعيه بالجمال ده في المنتج. يعني ان ازاي انت مجمعه كل حاجه بتساعد فعلا على الانبات. يبقى مبهورين فعلا لدرجه ان هم لا اطلعي تعالي نطلعك امريكا تعالي نعمل كذا بالزبط. ناخد منك المنتجات. اللوشن انا بسميه عن نفسي، عارفه لما تيجي تاكلي حاجه وتقولي ده ديناميت او قنبله بالظبط، انت عامله كومبو من المكونات الطبيعيه المغذيات الطبيعيه. انا ممكن اخد حاجات كتير جدا وما اخدش منها الغذاء الكافي لكن ممكن اخد حاجات معينه مدروسه ومعروفه. ناس معلش اللي بتجيب قهوه وتغليها وتعمل مش عارفه ايه على ايه علشان اصل الكافيين وجيب لك شويه روزميري وتغليه، انا بشوف وصفات مدمره للشعر حرفيا. طب لا انا محتاجه ان انا اخد حاجه مدروسه زي ما قلنا في البدايه. يا جماعه ما ينفعش ان انا اخد اي حاجه ولا وصفه من على النت ولا اي حاجه كده، صدقوني بتضر الشعر. الناس دي ما بتبقاش ما عندهاش معامل معلومات كافيه، ما فيش حاجه علميه، ما فيش حاجه علميه تستند عليها. لكن انا بقول لك انت واخده حاجات من مكتب علمي مصرحه وزاره الصحه. الدراسات اثبتت ان الكافيين مسرع جدا من نمو الشعر. ليه؟ بيخلي البصيله نفسها يوصل لها الدم كفايه فتبدا تاخد الاكسجين والميه اللي موجودين للبصيله نفسها. اما ابدا ادي للبصيله غذاء ايه اللي هيحصل؟ زي البذره. البذره بيبقى لها جذور، مش بتبدا تعمل جذور عشان تبدا تاخد الغذاء بتاعها. اول ما بتاخد الغذاء ايه اللي بيحصل؟ بيبدا يطلع الزرع اللي هو الشعر. هنشوف صور للتساقط، هي عجيبه غريبه وعايزه اعرف تفاصيلها لسبب. حتى المراحل كلها يعني مثلا سؤال بيخطر على بالي، اولا ده بيبقى تريتمنت بطريقه مختلفه ولا بس بستعمل المنتجات؟ بيجي لنا بعض الناس، طبعا احنا لازم نحدد الحاله، بنعرف بالظبط الاول الحاله دي تساقط وراسي، صلع وراسي، في فراغات كتيره، في بنبدا نحدد الحاله كلها ونبدا نقول والله احنا محتاجين ان احنا نشتغل على ده. دي من داخل المركز. دي عملت بي ار بي خلايا جذعيه لان كان عندها فراغات كبيره على فكره في الشعر. هي باينه، هي الفراغات الكبيره بالظبط، الفراغات دي بدات تلم. تلاحظي بقى كمان حاجه، لون الشعر اختلف، اغمق. بصي هناك كان الشعرايه جافه، شيطه بالظبط، جافه جدا، هايشه، حتى تلاقي الشعرايه اختلفت. صح. يعني ان تحسي ان هي بدا يبقى فيها شويه نعومه روح. لا يعني بدا يبقى فيها حياه، بقت لينه بالزبط. فلونها الحقيقي بدا يظهر بدا يبقى فيها حياه الشعرايه. اوه بصي ما شاء الله، من اول سيشن ده على فكره ده راجل، ده راجل من اول سيشن. بصي النوع ده من السلع ده لازم يعني راجل بالظبط. عايزه اقول لك لو 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 عملنا زوم شويه، طبعا مش هينفع هنا، بس الناس لو كبرت الصوره شويه هتشوف البصيلات ازاي في المنطقه الفاضيه دي باينه على فكره. الخضار ده مش بيقول لك ده خضرت لا ده هنا راسه خضرت بالظبط. فبدا ان هو ده خلايا جذعيه مع مجموعه التساقط بتاعتنا اللي هي الكورس الثلاثي لعلاج تساقط الشعر. دي برضو نفس القصه كانت بي ار بي وبدانا ان هي تشتغل عليه. بصي الشعر طول ازاي، دي ست يا الله. ممكن يحصل النوع ده من الصلع طبعا للستات. الصلع للستات ده موجود لانه صلع وراثي بيبقى نتيجه ان الاب او الخال او العم او اي حاجه من دي عندهم صلع وراثي فبيبدا ياخدها، او نتيجه بقى حاجات نفسيه بيبدا يحصل تساقط شديد في الشعر. طب المده قد ايه عشان اوصل من النتيجه دي للنتيجه دي؟ ودي حاله طبعا سيفير، يعني حاله قاسيه. في حالات بتبقى اقل من كده بكتير. الحاله القاسيه دي بنوصل للنتيجه دي في قد ايه؟ عايزه اقول لك ان احنا في بعض الحالات بناخد
4 ل 8 جلسات بي ار بي بلس المجموعه. طبعا الحاجه الوحيده اللي سحر عندي في هنا هو البروتين. بتدخلي شعرك مجعد يطلع شعر ناعم. طيب موضوع بقى ان انا الشعر نفسه ينبت او يبدا ان هو يطلع، ده لازم يا جماعه بياخد وقت. لازم ياخد من 3 شهور ل 6 شهور واحيانا بيوصل لسنه. لان الشعر ده زي الزرع بالظبط. ما ينفعش ان انا اقول دلوقتي حالا انا لازم هحط الزرعه دي هلاقيها نبتت دلوقتي حالا، ما ينفعش. لازم هاخد وقت على ما هرعاها، هزرعها وهرعاها وهبدا ان انا اسقيها واديها السمات بتاعها كل ده. لان فعلا فعلا انت قلتي في حلقه من الحلقات فروه الراس زي التربه. ايوه صح. تربه ايه؟ تربه الزرع. هي بالظبط كده. طول ما انت هتديها اللي هي محتاجاه هتديكي زرعه قويه جدا اللي هي بقى الشعر نفسه. قوي كويس جدا، لونه كويس جدا، صبر، غذاء محتاج بالظبط. ما ينفعش. ما هو انا عايزه اتكلم على الغذاء بس لفت نظري بالزبط. دكتور نجله الازازه السوداء ايه دي بقى؟ الازازه السوداء دي احنا عملنا لكل الناس البيوتي سنتر. يمكن احنا اتكلمنا دلوقتي انت الناس ما ساعات ما بتبقاش عارفه هي جايبه ايه او بتحط ايه على بعض. فبدانا ان احنا نقول طب يا جماعه احنا هنعمل لتر، لان بدا ناس بيوتي سنتر ومتخصصين للشعر بداوا ان هم يطلبونا عايزين حاجه علشان شغلهم. بدانا نعمل لتر بروتين. ده اللتر بروتين. هل انتوا بتدوهم دوره ازاي يتعمل او يعني هل هينفذوا نفس اللي بيتعمل في المركز بالزبط. لازم تضمنوا عشان ما يقولكيش بعد كده السنه استخدمت اورجانيك وما عملتش النتيجه اللي انا بصي ما عملتش. دي باسباب لو هي عاملاها بره لنفسها، لان في بعض الناس ممكن يبعت لك الصوره يقول لك ما عملتش نتيجه. طب في ايه ما عملتش نتيجه ليه؟ تلاقيها بتستخدم مكوى صيني. درجات الحرارة مش مطابقة للي اللي عاملاه عند متخصص خالص. ده هي خدته وعملته في البيت فما عرفتش. بصي موضوع الشعر عشان يتفرد ده محتاج تكنيك وكبس معين هي مش تقدر عليه. مفيش واحدة ست مهما انت تقدري في البيت تعملي فير لنفسك عادي مفيش مشكلة، لكن ما اقدرش اعمل كبسات. انت هتدوسي على خصلة رفيعة، خصلة رفيعة حوالي 20 ل 25 مرة. ده كتير، ده اجهاد عليكي. لا وبشوف برضو في الفوتج اللي بتجيبوها يا دكتور نجله في حاجات اجهزه زي الليزر انفراريد وحاجات معينه بتبداي ان هي تنشف الشعرايه وتبدا ان هي تغلف الشعرايه وتفتح مسام الشعر عشان يستقبل البروتين. طب احنا معانا صفاء على التليفون. خايفه التليفون يقطع. يا صفاء مساء الخير. مساء النور يا فندم. ازاي صحتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله والله. زمايلي بيقولوا لي انك عامله فرد. عملت والله ومش عايزه اقول لحضرتك الحاجه بصراحه حاجه ثانيه. طب احنا معانا دكتور نجلاء وعايزه اكيد تسالك على حاجات كتير حتى بعد التريتمنت مع اتعمل. اهلا يا دكتور. اهلا يا دكتور. ازيك يا صفاء عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. إيه؟ انت فردتي معانا من قد ايه؟ ده لسه كان يوم الخميس اول يومين. طيب يعني مبسوطه؟ لا وحاجه ثانيه خالص. طيب انت غسلتي شعرك قبل ما تخرجي من المركز صح؟ عرفتي احكي لي وغسلتيه لما روحتي البيت بقى لسه. يعني امبارح النهارده لسه؟ لا هو لسه المفروض هم مديني مديني معالجه المفروض يبقى لسه كام يوم كده معاهم وبعد كده يتغسل بعدها بفضل. طيب بتاع 3-4 ايام كده. سؤال يا صفاء وانت بتتسرحي اكيد بقى هيستي وقعدتي تسرحي شعرك وتشوفي وعامل ايه؟ هل وقع شعر؟ هو مش محتاج تسريح بصراحة والله حاجة مهمة الناس ذوق جدا. انا كان لسه طالعة اشوف الدكتورة بصراحة والله هناك. اهي الدكتورة موجودة معانا هنا. طب والله يا دكتور بشكر حضرتك والله. عملتي فرد قبل كده يا صفاء؟ كنت عاملة حاجة اسمها فيلر بس ما كانش نفس ال مفيش فايدة الاسماء. لا مفيش حاجة اسمها فيلر والله. هوكس بوكس زي ما بنقول. هي مش حقيقية. مفيش فيلر بيتعمل للشعر. لا ما كانش نفس الفيلر اللي عملته. ما كانش نفس الجودة ومش ما قعدش معايا اسبوع او 10 ايام بصراحه. وحسيت في قصه الشعر حاسس بدات ترجع تاني زي ما هي. انما انا بصراحه راجع النبات دي حاجه ثانيه خالص غير اللي عملته قبل كده. حتى السيكونس حتى الخطوات الستبس نفسها تلاقي مختلفه. اكيد مختلفه. بشكرك شكرا جزيلا يا صفاء. وبعد بقى ما تغسلي شعرك بعد الخمس ايام اللي متقرره دي عايزينك بقى تكلمينا الفقره اللي جايه باذن الله لما نستضيف دكتور نجلاء تاني وتقولي لنا بعد ما غسلتيه في البيت. وطبعا هم دكتور نجلاء بيغسلوه في المركز زي ما قالت لك تغسل في المركز. لا غير بعد ما يعني بعد كده في البيت بيغسلوه بقى ببقيه الكورس بالافتر كير.
بيبداوا بعد 5 ايام، بندي 5 ايام ان هم بعد ال5 ايام يبداوا ان هم يغسلوا الشعر بالشامبو عادي بالهير ماسك الاول، وبعد حوالي يومين يغسلوا بالشامبو بقى، مفيش مشكله. جميل. الحقيقه صعبان عليا المنتجات اللي على الترابيزه ان احنا كمان ما نتكلمش على البشره. انا عارفه ان احنا بنهضم حق البشره، لا دي اللي قدامنا دي كلها حاجات بتاعت الشعر اورجانيكال خاصه بفرد الشعر او بسقوط. عايزاكي تكلميني كده في عجاله التريتمنت بتاع البشره، لان البشره بجد نعدل الشعر البشره تضرب. فهل في البشره ليها يعني كير معين في اورجانيكا، في برودكتس مخصصه؟ وخصوصا ان كل الاسئله اللي بتجيلنا دكتور نجله على حب الشباب والاثار بتاعته بعد كده اللي بتفضل بالسنين. ده حقيقي. بصي، حب الشباب مشكله كثيره جدا بتواجه الناس. عايزه اقول لك ان دي عملنا حاجه في المركز، لان زي ما انت شايفه الحبوب ملتهبه. الحبايه دي صح يعني وشديده جدا. حب شباب طالع طبعا، اسبابه كتير، اسبابه اذا كان وراثه او هرمونات او المفروض الطبيعي اللي هو الحب الشباب الطبيعي، نتيجه اكل المقليات الكتير، التكاويج الموجود والدهون والحاجات دي كلها، وخصوصا انا لو بشرتي دهنيه استخدام خاطئ. يعني انا كان في حاله امبارح بتكلمني بتقول لي انا كانت بشرتي كويسه قوي، بدأت ترطف، وهي عندها فكر كده خاطئ ان هي بشرتها دهنية. اما رطب بشرتي كتير هتبقى حلوة. ده انت بتزودي لها المادة الدهنية اللي بتحطيها عليها. انتشرت الحبوب بطريقة رهيبة. ليه؟ ما هيش عارفة تستخدم ايه لبشرتها. فطبعا ده غلط. ما هو انا ممكن اضر بشرتي لو مش عارفة ستوب، واروح لاي حد يعرفني، متخصص، دكتور متخصص او اي حد متخصص يقول لي استخدمي ايه لبشرتك ونوع بشرتك ايه. لكن ما ينفعش اجيب اي حاجه، ولا برضو الوصفات اللي موجوده اللي بتسبب بيجمنتيشن كتير جدا، بشرات بتيجي موجوده عندك، بقع رهيبه في البشره بسبب ايه؟ اصلا استخدمت كانت وصفه بتقول لي مش عارفه حطي ايه اعملي ايه فطلع لي ده. ممكن طبعا ده غلط جدا. الحبايه طبعا، والحبايه دي تبقى سودة مش حمراء. بالظبط، الحبايه فعلا لما بتروح بتسيب اثر كبير، وتبدا لازم محتاجه بقى معالجه. لا، الطبيعي بالنسبه للصوره اللي احنا شفناها دي المفروض انها جت المركز، بدانا نحدد هي البشره فيها ايه، فبدانا نعمل حاجه اسمها ميزوثيرابي مخصص بالترما بين للحبوب نفسها، بلس بقى الغسول، غسول ايبافيت والجلونكس اللي هو حب الشباب. أوكي. بنبدا ان احنا ندهن ده على الحبايه، بنغسل وشنا كويس قوي ونبدا ندهن على الحبوب نفسها كل يوم بالليل. مفضل ان هو صباحا ومساء. لو انا بالنسبه لي ما كنتش ده متاح ان انا عندي شغل الصبح، بيبقى مره واحده بالليل وتبدا تمشي عليه. طبعا الحاجات دي كلها بتاخد وقت. اي حاجه يا جماعه تخص الجلد طبعا، تخص الشعر، ما هو له دوره برده. الجلد القديم الشعر دوره حياته 3 شهور، نفس القصه برده بالنسبه للبشره على طول التجديد بتاعها. بس طبعا محتاجين ناخد وقت علشان نشوف النتيجه دي. مفيش حاجه اسمها كون فيكون طبعا خالص. اهم حاجه بنعرضها في كل مره بنقابل فيها دكتور نجله الريفيوز بتاعت حضراتكم، الريفيوهات، ارائكم بعد استخدام البرودكتس دي. وطبعا احنا اهي قدامنا دكتور نجله الريفيوز بتاعت الناس. عايزين نقول ان الاراء دي بتروح على الصفحه بتاعتكم وبتاخدوا بيها طبعا. بالظبط طبعا، وبيبقى طبعاً فيها كمان اسئله، وبيبقى فيها تجارب الناس عملت ايه، والمتخصصين طبعاً. الفريق طبعاً. الطبي طبعاً. كل الناس واراء الناس موجود على الصفحات، الناس اللي هتدخل موجود على الصفحات نفسها. ايه المسكاه بقى؟ في حاجه عايزه اكلمك عليها واحنا اتكلمنا عليها كتير والحمد لله رب العالمين، عليها ريفيوهات حلوه جدا 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 الحمد لله بفضل الله. يعني ده كريم ايبامند، كريم للتجاعيد، الخطوط الرفيعه اللي موجوده في البشره. المفروض ان انا ابدا من بدري اغذي بشرتي خارجيا وداخليا، وما انساش شرب الميه ده مهم، وجعلنا من الماء كل شيء حاجات حي. كمان داخليه بالظبط. فيبقى انا المفروض الطبيعي ان انا استخدم ده الكريم. الكريم بصي بره برضو احنا بدانا نشتغل على كذا حاجه زي ما قلت لك، اذا كان بشره اذا كان شعر، بنجمع كل العناصر والمواد اللي بتساعدك في الحاجه دي. يعني انا دلوقتي عندي الكولاجين، هيلورونيك اسيد، فيتامين سي، فيتامين اي، زبده شيا، زيوت طبيعيه، موجود فيه الاستين بحري، كولاجين بحري، موجود فيه كل المكونات اللي هتلاقيها موجوده كل حاجه لوحدها بره متجمعه فيه، علشان تبدا تعمل لك الترطيب وتبدا بالزبط. ان هي تشد لك البشره وتعمل لك ترطيب عالي. ودكتور بتحط الكريم، معلش انا عايزه عشان وقتي خلص، عايزاكم تشوفوا صفحه اورجانيكا على فيسبوك، علشان كل اللي بنقوله هنا في الفقرة هتلاقوا تفاصيل وتفاصيل على البيج على فيسبوك. دكتور نجلة أنا بشكرك شكرا جزيلا. بصوا
انا ماديه جدا، دي الايزو اللي فاتت، بس اوفر بسرعه وانا بختم الحلقه، اوفر بسرعه 50% خصم على كل منتجات اورجانيك وعلى كل ست ستات وعلى كل خدمات مركز اورجانيك. بشكرك دكتور نجلاء، شكرا جزيلا. وطبعا بنقابل دكتور نجلاء كتير وهنعرف منها معلومات تانية في فقرات تانية، وبشكر حضراتكم على متابعتنا. انا اسفه بختم بسرعه عشان وقتي انتهى، اشوفكم بكره باذن الله وحلقه جديده من ست ستات. باي.